مع الأسف. بعد. بعد. ماني عارفة. لا والله ما عارف. لا لأنه ما معي إرفاع. إيه. أكيد أكيد. إيه سجلتهم. إيه سجلتهم. أكيد العالم أهم شيء. هلا في مدارس عم بتهون علينا ورحنا على هيدي المدرسة اللي عم بتهون. مدارس خاصة أو رسمية؟ رسمية. أهم شيء العلم وبعدين بتزبط شوي شوي والبلد عم بتزبط. مع الأسف إيه. سجلتهم السنة؟ بدنا نسجل. بعد. ليش؟ ليه مرددين؟ بعد لنشوف شو بده يصير الأحوال. عتلانين هم الظروف الاقتصادية ولا الظروف الصحية؟ الصحية والاقتصادية كلهم مثل بعض يعني. اللاحقين بعد اكيد كلنا عندنا مشاكل اقتصاديه بس بنضل يعني نضغط على حالنا كرمال ولادنا. مش خايفه من كورونا؟ المدرسه اللي فيها ولادي اخذين كتير احتياطاتهم. ايه بدين شوي بدفع شو بدي اعمل؟ صار اكثر من سنتين ما عم نشتغل. اقتصاديه زفت الصراحه زفت الحياه بهالبلد زفت. الله يساعدنا كيف عم نعيش. كيف بدك تسجلي؟ انا بعرف الله هو اللي بيعرف كيف هي. اذا مشيت المدارس سوري من ورا هالدوله يعني صراحه من ورا هالدوله هاي اللي موتتنا. بعد. ليه؟ الظروف ما عم تسمع. من اي ناحيه الظروف؟ من كل شيء. هيدي بس عندي اثنين وقفتهم عم بيشتغلوا هلا والبنت عندي ما بالمدرسه حاليا. لا لأنه ما معي إرفع أصلاً، ما معي إرفع مصاري اللي خليهم بلا علم بلبنان. ليش إذا تعلموا وراحوا على المدارس وعلى الجامعات وتخرجوا شو بدي يشتغلوا؟ شو بدي يشتغلوا؟ لشو صرف المصاري؟ ما إلا طعمة. بتفوتي على المدرسة بيقولوا لك إذا ما بتسكري قصة سنة الماضي الولد ما بيفوت على المدرسة، ما بيتسجل. أوتوكاريت عم بيحطوا لنا الدوبل والتريب، كانوا يعطونا نص ده أوتوكار، صاروا عم يعطونا أوتوكار كامل تياخدوا زيادة المصاري. يشفقوا علينا ويقولوا حرام على الشعب اللبناني شو عم بيصير فينا.